بحس اكثر شيء استفدته بحكمة ليدرز انه بلشت اعرف نقاط ضعفي، بلشت مش مجرد اعرفها بس كيف ممكن اصلحها واخذها كتحديات واشتغل عليها واحولها لنقاط قوة. بلشت اعرف كيف ممكن اشتغل عليها، كيف ممكن ابلش خطوات واضحة وتولز معينة عشان احولها من نقاط ضعف لنقاط قوة ببروسس واضحة وثابتة من خلال مساعدة البارتنرز الموجودين معنا ومن خلال المنتورز والناس اللي بيجوا يساعدونا بنقاط الضعف. اكثر شيء تغيرت فيه انه صرت بني ادم تحليلي، دائما اسال ليش وكيف ومتى، وصرت بني ادم بيعترف بغلطه وبيحاول دائما ما يكون غلطان.